كرسي. آية الكرسي. طبعا عارفين في حديث رواه الإمام الترمذي، حديث جميل قوي، النبي بيصنف الصحابة رضوان الله عليهم، بيقول أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب. فده كان أقرأ الصحابة لكتاب الله. الحديث لسه له آخر يعني. فالنبي مرة من ذات المرات أبي بن كعب ده أقرأ الصحابة للقرآن، ما شاء الله ماهر بالقرآن. فالنبي بيقول له، هو كنيته أبا المنذر، فبيقول له يا أبا المنذر، يعني أنت راجل حافظ القرآن، يعني أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ مش تحفظ القرآن وأنت ما شاء الله القرآن عندك كالماء الجاري، يعني إيه أعظم آية في القرآن؟ ففي المرة الأولى سيدنا أبي بن كعب قال قلت الله ورسوله أعلم. فالنبي سأل السؤال تاني، ففكر أبي قال آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فوضع النبي يده على صدر سيدنا أبي بن كعب وقال ليهنك العلم أبا المنذر، يا هنيئا لك بالعلم. نعم، آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله. اسم الله الأعظم، النبي أخبر أنه جه في ثلاث صور، في البقرة وآل عمران وصورة طه. اللي يقرأ الثلاث صور دول بالنسبة للسادة المشاهدين هيلاقي الحي القيوم ما جاش في القرآن كله إلا في الثلاث صور. تمام. يعني الحي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، جاهم الاثنين جنب بعض كده مع بعض في ثلاث صور، في ثلاث صور بس، في البقرة، البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي صدر صورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي صورة طه. تمام. فجت الحي القيوم برضه، وعنت الوجوه للحي القيوم، دي بتاعت سورة طه. فده اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعظم. الحي القيوم ده الأعظم اسم من أسمائه الحسنى، اسم الله الأعظم الحي القيوم. الحي القيوم. الآية الكريمة آية الكرسي، إيه هو الكرسي وإيه هو العرش؟ مبدئيا العرش اللي ربنا سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض، قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم له ما في السماوات وما في الأرض. الجملة مبتدأ وخبر، ما في السماوات وما في الأرض له. ماشي. طب احنا المفروض بيجي المبتدأ وبعدين بيجي الخبر، فقدمنا الخبر اللي هو الجر والمجرور. معلش لازم أقول الحتة النحوية دي، معلش عشان أوصل أنا عايز أقول إيه للسادة المشاهدين. أصل الجملة ما في السماوات وما في الأرض له. له ما في السماوات وما في فاحنا الأرض. قدمنا له اللي هو تمام. الخبر. تمام. والأصل أن الخبر بيجي بعد كده. ماشي. الجر والمجرور قدمناه ليه؟ ليفيد على أن ملك السماوات له. والأرض لله. السماء منازل الملائكة، تسكنها الملائكة. والأرض منازل الإنس والجن. طيب، الملك ده كله له ربنا سبحانه وتعالى، ففي عرش وفي كرسي. السماء الأولى بالنسبة للسماء الثانية كحلقة في فلاة، زي دبلة بالنسبة لصحراء، والسماء الثانية بالنسبة للثالثة هكذا. السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة. السماوات احنا قلنا عندنا والأرض. سبع سماوات. السماء الأولى لو وقفتها جنب السماء الثانية تطلع السماء الأولى دي كلها برمتها دبلة، والسماء الثانية صحراء، والسماء الثانية بالنسبة للثالثة كحلقة في فلا، وهكذا. واحنا طالعين السبع سماوات بقى، السبع سماوات بقى منازل الملائكة والأراضين. أيوة، بالنسبة للكرسي كحلقة في فلا. كرسي الكرسي اللي ما نقدرش نوصفه، ده غير العرش، ده غير. والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلا. ايه ده؟ عشان كده بدأت الحي القيوم. هو ما قالش حي قيوم جد بقال التعريف، لقال أن قال التعريف ديت تفيد حاجتين اتنين، تفيد الكمال والقصر. يعني ايه؟ كل حي سيموت إلا الحي. أنا مش الحي. ما قولش رمضان الحي، أو رمضان حي، حي سيموت. أيوة صح. أحياء كل حي سيموت، كل باك فسيبكى، كل مذكور سينسى، ليس غير الله يبقى. فعشان كده جت الحي. يعني إيه الحي؟ الذي لا يطرأ عليه الموت، إنما حي بس من غير ال هيموت.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الآية لو نلاحظها من أولها لآخرة، يعني القيوم، القيوم القائم بأمر عباده سبحانه وتعالى، الذي يدبر أموره، الذي يدبر أمورهم. هنلاقي أن الآية كلها مثنى مثنى، يعني شوف الحي القيوم، الحي القيوم له ما في السماوات وما في الأرض، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحضر بشيء من علمه، وسع كرسيه السماوات والأرض، قبليها لا تأخذه سنة ولا نوم، مثنى مثنى، وختمت العلي العظيم. فالآيات مثنى مثنى، يبقى بدأت باسمين من أسماء الحي القيوم وختمت بالعلي العظيم، وهنلاقي فيها إيه؟ تمام. سنة ولا نوم، السماوات والأرض وهكذا. عايز أسألك، هي آية الكرسي دي احنا دايما نقراها مع المعوذتين، هل هي ممكن يعني غير انها ليها دلالة على الحفظ ولا لا؟ بتحفظ الناس ولا لا؟ بس